بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله ورضي اللهم عن صحابته ومن اتبعهم إلى يوم الدين. أهلا وسهلا السادة المشاهدين ببرنامجكم 60 دقيقة، ومعكم الأستاذ الدكتور خمساوي أحمد الخمساوي، أستاذ علم التغذية بجامعة الأزهر. وموضوعنا النهاردة هنتكلم عن موضوع يمكن حيوي جدا بالنسبة لهذا الوقت أو لهذه الظروف، وهي الاضطرابات وعملية الضبط والخروج من هذه المشاكل اللي بتحدث بعد انتهاء شهر رمضان من حالة الصيام إلى حالة الإفطار. وطبعا كلنا بنلاحظ، وربما الكثير منا بيعاني من بعض هذه المشاكل. هنشوف ازاي احنا نعرف هذه المشاكل وازاي نتغلب عليه. لكن اللي يهمنا اكثر هو ان بقى عندنا معلومة معروفة ثابتة في اذهاننا عن عملية التغذية وايه اللي بيحدث لها سواء في اثناء الصيام او في اثناء الافطار. الجهاز الهضمي اللي هو بيقوم بعملية تحويل الغذاء إلى فائدة في داخل الجسم، كلنا عارفين ان هو بيبدأ من الفم وينتهي في آخر الأمعاء. احنا بنتصور انه مجرد زي احنا بناخد حقنة مثلا، انه الأكل ده بيمر في هذه القناة ويؤدي دوره، لكن الجهاز ده بيعمل بعملية ضوابط كثيرة جدا، وكأنه كائن بيفكر بدلك انت في مسائل الغذاء المحيط بيك واللي انت فعلا بتتناوله. بمجرد انت ما تتعود على نوع معين من الاكل وفترات معينة انت بتقوم بالتغذية لنفسك خلالها، يضبط الجهاز بتاعك نفسه على هذه النوعيات من الاكل وعلى هذه المواعيد اللي انت اخترتها، ويبدأ يجهز معداته بالنسبة لعمليات الهضم وعمليات الافراز وغيره على هذه النوعيات وعلى هذه المواعيد والتوقيتات. لدرجة انك انت لو تعودت انك انت تاكل مثلا كل 6 ساعات، بعد مدة صغيرة الجهاز ده يبقى منضبط وما يحسسكش بالجوع الا بعد 6 ساعات، ولما تيجي 6 ساعات تحس بالجوع ولابد تاكل. نفس الحكاية بالنسبة للمواد الغذائية اللي انت بتاكلها، يبدأ يتعود عليه، يعني عرف انك انت ما تاكل من نوع معين من الزيوت او نوع معين من الدهون او اطعمة معينة انت بتبقى حريص على انك انت تتناولها بكثرة، هو يظبط نفسه على ازاي يستفيد منها الى اعلى درجة، وازاي يشعرك، وده اهم شيء في عملية التغذية، هي ان هذا الجهاز يشعرك بالراحة والاطمئنان والشعور بالسعادة. يعني انت لما بتاكل المفروض انك انت بتشعر بالسعادة والراحة نتيجة تناولك الطعام. هو ده اللي بيوصلك ليه هذا الجهاز العجيب العظيم من خلق الله سبحانه وتعالى. لو انت ما ظبطتش معاه عملية الاكل هيشتغل معاك، بس انت مش قادر تمشي على آلية يظبط نفسه معاك عليها، وبالتالي تحدث المشاكل اللي هي انت تشعر انك بتاكل وتتضايق، مش تسعد وتشعر بالهناء وتشعر بالطمأنينة، لا، تشعر بالمشاكل. يمكن المشاكل المرضية هي اللي ظاهرة قدامنا، الإسهال والإمساك والانتفاخ وزيادة الغازات وتطبل البطن، آلام في المعدة، المغص، كل ده، لا، ده في ما هو أهم، هو الراحة، شعورك بأنك ارتحت بعد ما أكلت مش تعبت بعد ما أكلت. هذا الجهاز بيعمل العمليات دي من خلال عمليات حيوية كثيرة، مش ده وقت طبعا نحن نشرحها، ولكن نلاحظ حاجة. احنا لما بيجي رمضان، ما احنا قبل كده كنا بيبقى لنا سلوك غذائي سواء من حيث الوقت، يعني بناكل 3 وجبات،
وبناكلهم في مواعيد معينه، وجبه مثلا الصبح، وجبه الظهر، وجبه بالليل. نوعيات الاكل اللي بناكلها كانت لها رتم معتاد. اول ما بيجي رمضان بتتغير، تتغير المواعيد، فناكل اكلتين بس. وبعدين مواعيدهم المسافه بينهم يمكن في الصيف السنه دي كان حوالي 16 ساعه. وبعدين نوعيه الطعام بتختلف، الناس بتتعود في رمضان انها تاكل حاجات ما كانتش بتاكلها قبل كده، يعني بتتعود كانه رمضان ليه اطعمه مخصوصه، او في مواد يزود من اكلها، مواد ما ياكلهاش خالص، مواد ما كانش مثلا بيتناولها بشكل منتظم بياكلها بشكل منتظم. فالمفروض ان الجهاز الهضمي يضطرب. طيب لما تقعد انت 5 6 ايام 10 ايام ويتعود على النظام الجديد، قعدت الشهر مرتاح، اول ما هتجي تفطر في الفطار هتبدأ تضطرب مرة اخرى. لكن بالله عليكم لاحظوا كده الاضطراب اللي بيجي لك لما يبدأ الصيام، ما هو اختلافه، والاضطراب اللي بيجي لك لما تفطر من الصيام. انه المتعب هتجد دائما المتعب هو اللي بعد الفطار. اما الصيام مع انه تغير في السلوك الغذائي من ناحية من حيث الكمية ومن حيث الوقت ومن حيث عدد الوجبات ومن حيث نوعية الطعام، الا انه يمكن يعمل اضطراب لبعض الناس القلائل او اللي عندهم حالات مرضية معينة. لكن غالبية الناس بترتاح، بل بتشعر بالطمأنينة، ولما يجي يفطر وخاصة لو فطر بالطريقة الصحيحة اللي مش مجرد تناول الطعام كله مرة واحدة، بيشعر بسعادة وهدوء. عكس ده في الفطار، اول ما يجي يفطر ويغير نظامه اللي كان مع الصيام يبدأ تحصل له اضطرابات كثيرة جدا. اضطرابات دي نتيجة انه العملية الجميلة اللي انت عودت الجسم عليه ودرب نفسه عليها، هو زي ما يكون بيأنبك انك انت سبتها ورجعت تاني لعمليات لا تنسجم مع الصحة بالشكل الصحيح. بنلاحظ بقى انه ايه اللي ممكن احنا نحس بيه. عمليات التناغم او عمليات التوازن الجميل اللي بيعمله الجسم او بيعمله الجهاز الهضمي، مش بس في الاكل لمجرد ما يدخل المعدة، لا، ده قبل ما يدخل، يعني الشهية للطعام دي بيظبطها الجسم، واحساسك وتذوقك لجمال هذا الطعام برضو بيظبطها الجسم. يعني يمكن اهم الحاجات اللي بيظبطها الجسم هي اخطر الاشياء اللي دايما ننبهك اليه، اللي هي الدهون والبروتينات والاملاح والسكر. تلاحظ انك انت لو تعودت مثلا بتشرب الشاي بمعلقتين سكر، هتحس بالسعادة انك انت بتشربهم زي ما انت عاوز. لو انت نقصتهم الى معلقة واحدة هتحس بالمرارة في لمدة يوم او يومين. لو انت ضغطت على نفسك وفعلا عدوا اليومين دول، هتلاقي نفسك بتبقى سعيد جدا وانت تشرب الشاي وفيه معلقة سكر واحدة. لو حد غلط وحط لك معلقتين ما تقدرش تشربه. ليه؟ لان الجسم ظبط نفسه على الشيء الاقرب الى الصح. طيب لو انت شلت المعلقه وخليته الشاي من غير سكر خالص، هتشعر بالمضايقه لمده يوم او يومين وبعد كده تتعود عليه. لو حد حط لك معلقه سكر واحده هترفض وتحس انك مش قادر تشرب الشاي وهو بالشكل ده، لان الجسم بيظبط نفسه ليوصلك الى الراحه على الوضع الصحيح والسليم. لو انت عودت نفسك على انك انت تاكل بانتظام 3 وجبات، ما تقدرش تاكل وجبتين تشعر بالجوع. لو انت عودت نفسك على وجبتين ما تلقاش ليك نفس خالص تاكل الوجبة التالتة. طيب نشوف بقى احنا لما بيحدث الافطار، يعني يجي علينا العيد، بيبقى فيه مشكلتين. المشكلة الاولانية، العيد له طعام خاص،
يعني احنا عاوزين تكيف مضاعف او متتالي على مرحلتين. المرحلة الاولى ان انا هفطر من بعد صيام، وبالتالي تتغير كمية الطعام وزمن الوجبات، المسافة اللي ما بين الوجبات وعدد الوجبات ونوعية الغذاء بتتغير. لاحظ انه بقى فيه في العيد كحك العيد وما فيه من السكر والدهون وزيادة طبعا النشويات، وتقريبا تكاد تنعدم الخضروات اللي هي زي الجرجير والخيار والخص والقوطة والحاجات دي. الفاكهة بتقل لانك انت بتعوضها بالسوداني والفستق والكحك والبسكوت وغيره. وبعد كده اسبوع وتعود مرة اخرى عشان تغير هذا النظام الى الاكل الطبيعي العادي بقى اللي هو انت متعود عليه في حياتك الطبيعية. طبعا الجهاز الهضمي في خلال هذه الفترة الصغيرة مش عارف هو انت عاوز تعمل ايه. يعني وانت خرجت من الصيام وهتروح لطعامك المعتاد اللي هو متعود عليه قبل الصيام، ولا انت كمان دخلت في نظام جديد تاني وياريت جديد وكويس زي الصيام؟ لا ده جديد ووحش يعني مضر. فهو عاوز يأنبك زي ما تكون انت شفت واحد بيعمل حاجة غلط وبتأنبه او تعظه او تبين له ان هو اللي بيعمله غلط. هو الجسم عاوز يبين لك ان سلوكك ده غلط. طيب يبينه لك ازاي؟ اول حاجة ان يعمل لك تخمة عشان ما تاكلش، يعني تشعر ان عندك امتلاء مع انك انت ما اكلتش غير حاجات بسيطة. يعني ممكن تاكل كحكتين او ثلاث كحكات بسكوتين وتشعر انك انت مش عاوز تاكل، مش قادر تاكل. هو هنا بيأنبك. ممكن تشعر لو كلت كمان بعدها من الاكل الطبيعي العادي على دول، تشعر انه معدتك وجعك وتشعر انه في غازات، وبعدين يبدأ تحدث لك اضطرابات. هذه الاضطرابات ممكن في اخر اليوم تنتهي يا اما باسهال يا اما بامساك. يحدث بعض الموجات المغص، تشعر انك انت مش قادر تنام مرتاح لانه الجهاز الهضمي تعبك، انت مش عارف فين بالظبط لكن هو تعبك. تقول انا من ساعة ما اكلت مش مرتاح لدرجة مش عاوز اكل تاني، وبعدين تتناول تاني مرة اخرى هذه الحلويات وهذه الاشياء اللي انت خلاص لابد تعملها اذا كنت ضيف واذا كنت مضيف، يعني في الحالتين هتتناول هذه الاطعمة. بعد كده بتبدأ في دخولك في الرتم الطبيعي والمعتاد، فتحدث لك المشاكل تاني بشكل اشد. وده اللي احنا دلوقتي بنشوفه. احنا عدينا تقريبا اسبوع اهو تقريبا من العيد او من بداية الافطار، ممكن هتحدث معنا مشاكل كمان غير المشاكل اللي احنا عانينا منها او بعضنا عانى منها طوال الاسبوع اللي مر. طيب احنا عاوزين نشوف نساعد الجهاز بتاعنا ونرضيه ونبين له ان احنا معاه وفاهمين زي ما هو عاوز يعمل. لكن دي ضرورة ان احنا ظبطنا نفسنا في رمضان على وضع هو صحيح سليم، بس صعب جدا ان احنا نقدر نمشي عليه نتيجة ظروف كثيرة اجتماعية واقتصادية وغيره لا تمكننا من ان احنا نستمر عليه بشكل دائم ومستمر. اول حاجة علشان ما نعودش مرة مفاجئة الى الشكل التلقائي اللي مش منتظم اللي احنا كنا بنتعود عليه. انت عارف انه مواعيد الوجبة لما يبقى ثابت دي يعني ايه؟ ده ثابت دي يعني بالدقيقة. يعني انت في مفروض في حياتك الطبيعية تتغدى، انت حر تتغدى الساعة 12، الساعة 1، الساعة 2، الساعة 3، الساعة 5، الساعة 4، بس الساعة 4 و5 يبقى كل يوم تبدأ 4 و5، لان الجهاز بيحسب ده في التوقيت. هو عنده ساعة حيوية بيوقت فيها الميعاد ده بالظبط، وفي هذه الحالة يبدأ يستعد للأكل. لو انت اكلت قبل المدة دي يبقى هو ما كانش مستعد، يبدأ بقى يرتب نفسه بشكل سريع وارتجالي
زي واحد ضيف راح الجماعه معزوم على الظهر مثلا، راح لهم الساعه 11، او العكس اذا هو راح متاخر وهم خلاص مش عارفين بقى يعملوا ايه بعد هو معدى الميعاد والاكل برد وعاوز يسخن وحاجات زي كده. الجسم بقى في رمضان انت ظابط له المواعيد بالظبط، هو الحقيقه مش انت اللي ظابطها، ده ربنا سبحانه وتعالى اولا بيعلمك ازاي انت تظبط اكلك، وبيعلمك ايضا انه الالتزام بالمواعيد. وبالتالي المغرب بيدن الساعة 7، او في اول رمضان كان 7 الا 5 دقائق او 3 دقائق، انت كل يوم تقريبا بيبقى الفارق نص دقيقة او دقيقة. لما بيجي الصيف وهو اصعب اوقات السنة صعوبة على القناة الهضمية بالنسبة للاكل، في رمضان بيجي تقريبا رمضان كله في وقت واحد، المغرب فيه بيبقى على وقت واحد. زي السنة دي مثلا، السنة دي كان الساعة 7 حوالي 12 يوم كان المغرب على الساعة 7، قبلها بقى قعد 3-4 أيام على 7 إلا دقيقة أو حاجات زي كده، الفروق الصغيرة دي، لكن في مواعيد ثابتة. طبعا في السحور أيضا نظرا لمدة الإفطار قليلة، الناس بتتسحر متأخرة إلى حد ما، فغالبيتهم بيتسحر في مواعيد شبه ثابتة تقريبا. هذا النظام انت اول ما هتفطر هيختل. ربنا سبحانه وتعالى سن لك سنة عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، انك انت تصوم 6 ايام اللي هم اسمهم 6 البيض، ومشهورين جدا طبعا عند كل المسلمين، بعد رمضان. وطبعا فضلهم عند الله كبير، هيخليك كأنك بتاخد اجر سنة كاملة. لما تضرب ال30 يوم في 10 حسنات، الحسنة بعشرة أمثالها يبقوا ب300، يبقى ناقصك 6 أيام في 10 ب60 يبقوا 360 وهم السنة. إنما ال6 أيام دول بعد يوم العيد، يبقى أول يوم العيد هتفطروا علشان تكسر الريتم بتاع الصيام، وإلا يبقى امتداد النظام قاعد زي ما هو. وبعدين تبدأ تصوم ال6 البيض اللي هم ال6 أيام. كل ما كانوا متفرقين يبقى احسن، يعني ما تصمهمش ال6 ايام متتاليين زي ما بتصوم رمضان، الفائدة الصحية بتاعتهم هتقل. لكن كل ما كانوا متباعدين، يعني مثلا يوم تصوم يوم وتفطر يوم، او تصوم يومين في الاسبوع اللي هما مثلا الاثنين والخميس، يبقى لو صمت الاثنين والخميس يومين يعني يبقى ال6 ايام هياخدوا 3 اسابيع. يا سلام، يعني انت عودت الجهاز الهضمي بافضل طريقة لان يعود للنظام الطبيعي، يعود للنظام الطبيعي بشويش، يعني مرحلة مرحلة، لان هو لسه بقى قاعد على النظام بيرتاح يوم، يمشي على النظام اللي هو تعود عليه وهو اللي انت صايم فيه، ويوم او يومين انت غيرت، فلما انت غيرت هو بيبدأ يظبط نفسه ما استطاع علشان يقدر يعودك على او يتعود على النظام الجديد. لو عملت كده هتلاقي حليت مشكلة، وهي مشكلة المواعيد والتوقيت. يبقى نوعية الطعام. نوعية الطعام احنا متعودين في رمضان على اشياء، كل واحد حسب مستواه الاقتصادي ومعيشته، طريقة حياته ورغباته، له أطعمة معينة بيأكلها، صحيح بعضها تقريبا شبه ثابت، لكن الكثير منها بيختلف من شخص لشخص أو من مستوى معين لمستوى معين. هذه الأطعمة أنت ما بتقلبهاش في العيد مباشرة وبعديه كلية، لابد تخلي فيها أنواع ما زالت باقية. يعني على سبيل المثال، وإحنا طبعا ناس ريفيين كلنا، بنلاحظ انه السلطة، وهي السلطة الخضراء، شيء طبق مقدس في رمضان، جميل جدا، كان ياريت يبقى على طول في جميع ايام السنة، في جميع الوجبات. ان احنا بنعمله في رمضان على انهم 30 يوم كأنه يعني العملية صعبة، لما نعملها في كل يوم طبق صغير، ما تقريبا ما حدش بيترك هذا الطبق في رمضان اطلاقا، كان فقيرا او غني، مع انه في الايام العادية ما بيعملهاش. يا ريت الطبق ده يستمر.
هيعمل لك هيحل لك مشاكل كثيره من الحالات اللي بتحدث في الافطار من مشاكل هضميه. الاكل اللي فيه الياف برضو مع وجود السلطه الخضراء، الا انه في رمضان بيبقى الناس حريصه، هو خايف لا يجوع بالنهار، فياكل حاجات فيها الياف من منطق انه هو يقول لك تسند المعده، يعني مسمار المعده علشان يعني ما يجوعش بسرعه. هو عارف ان الاطعمه السهله الهضم بتتهضم بسهوله وبالتالي جوع بسرعه. هي مفيده صحيح الالياف مش بالسبب ده، انما الالياف دي بتبقى ميزتها العظيمه جدا انها تقعد حاشيه ماليه القناه الهضميه وخاصه منطقه الامعاء، تبقى مليانه بالالياف. هذه الالياف تخلي جدارها ما يلتصقش بعضه ببعض، ولذلك الاول مشكله بتواجهنا لما نسيب طبق السلطه في العيد واليوم اللي بعديه ونبدا ناكل حلويات مسكره ومركزه ما فيهاش الياف تقريبا تماما، حتى العيش البلدي العادي اللي فيه الرده ما بناكلهوش، وبناكل الدقيق الفاخر اللي مصنوع بسكوت او مصنوع كحك ومحطوط عليه مش كربوهيدرات حتى بطاطس مثلا ولا نوع من انواع النشويات، لا ده سكر سكروز نقي جميل المنظر والشكل، وبنحط بعض الدهون اللي بتبقى موجوده في الكحك او في غيره. يعني احنا تقريبا لغينا الالياف تماما. ايه اللي بيحدث؟ انك انت بمجرد ما اكلتها هتتهضم، وبمجرد ما تهضم تحولت الى سائل، ولما تتحول الى سائل وهي بتمر في القناه الهضميه، القناه الهضميه اول ما يعدوا منها شويه تلتصق مع بعضها زي الازاز. لو انت جبت له حن ازاز وحركتهم وهم ناشفين يتحركوا بسهوله معاك، لو انت حطيت لهم شويه ميه ما بينهم تيجي تشدهم ما يطلعوش تاني. فعشان كده بيحدث ما نسميه بايه؟ بالتلبك المعوي. التلبك المعوي اللي هو القناه الهضميه مش قادره تتنفخ عشان تتحرك، مش قادره تاخد وضعها، فبتسد في منطقه يعني تتقفل، مش قفل نهائي ولكن بتضيق نتيجه التصاق جذورها ببعضها. والجزء اللي قدامها في منطقه ثانيه بدا ما يتحركش، وبالتالي تحدث الغازات لانه هيتحلل بقى لانه ما بيتحركش زي الماء القاسم او الراكد، وبالتالي تطلع منه غازات. الغازات دي بقى مش مسدود قدامها، مش مفتوح قدامها عشان تروح في حته ثانيه ويبدا الجسم يتصرف فيه فتنتفخ، فالمنطقه اللي انتفخت دي بتوجعك، وده اللي احنا بنقول عليه الالام المتنقله في البطن كده، مره فوق ومره تحت ومره بالجنب ومره هنا، وتحس انه بيتنقل الالم في داخل امعائك او في داخل البطن بسبب هذا الشكل. علاج كل ده طبق السلطه. طبعا تستغرب هتاكل طبق السلطه مع طبق الكحك؟ ما هو احنا لابد يعني نعمل عاده كده جميل، نحط مع الكحك والبسكوت طبق سلطه وطبق فاكهه، هم يبقى الطبقين يعودوا بعض. اني اخلي الكمية الحلويات دي رمزي، واخلي الوجبة الرئيسية من الغذاء اللي انا كنت باكله في رمضان زي الفول، زي العيش البلدي اللي فيه الردة، وزي طبعا طبق السلطة زي احنا ما قلنا واتفقنا، وممكن يبقى حتى الانواع الفاكهة اختار الفاكهة اللي عالية الى حد ما في الالياف، بلاش الحاجات اللي ايه اللي هي العنب لانه يعتبر نسبة الالياف فيه صغيرة، لكن الانواع الاخرى كثيرا منها بيبقى جيد في مثل هذه الظروف. النقطة الثانية اللي انا اتلافى منها هذه المشاكل هي كمية الاكل، مع انه الجسم بيقاومك انه يسد نفسك عشان تقلل من كمية الاكل، الا انه الناس بيستخدموا من انواع المشهيات العجيبة التي تفقد، خد بالك وانا ما اقول لك يعني بكل يعني اخلاص،
بتفقد الجهاز الهضمي اهم خصائص فوائده، وهي الانسان كانه يقصد انه يبوظ هذه الاله علشان تقبل ان هو يعمل عادات غذائيه سيئه. شوف ازاي، يعني الجهاز الهضمي لما لقيت بترتبك ما حسسكش بالجوع علشان تمتنع عن الاكل فيبقى ضل صالحه، تقوم انت بقى تجيب له فسيخ، تجيب بقى فسيخ وملوحه وحاجات زي كده. الفسيخ والملوحه والحاجات دي طبعا تلاقي نفسك انت بتاكلها مع انك انت ما كنتش قادر تاكل الطبيخ، مش قادر تاكل الخضار، مش قادر تاكل الحاجات اللي كنت متعود عليه انت، لكن الفسيخ تاكله. ليه؟ لانك انت بوظت الاحاسيس اللي هي النسبه العاليه من الاملاح اللي بتبقى موجوده في الفسيخ واللي موجوده في الملوحه ونوعياتها والرنجه والحاجات دي اللي معموله اللي مشهوره اللي بتتاكل في الاعياد. نسبه البروتين اللي فيها تقريبا تحللت، حتى لو هي طبيعية لو هي سليم، فما بالك انه جزء كبير منها بيبقى فاسد نتيجة انه الغش او غيره. هذا الفساد بيكون مركبات كيميائية اول ما بتدخل الى الفم، اللقمة الاولى منها الى الفم، الغدد والبصيلات اللي موجودة في اللسان واللي موجودة في منطقة الفم اللي بتنقل الاشارات اللي بتعبر عن تكوين هذا الاكل الى المخ عشان يظبط الجهاز الهضمي ويستعد، هذه البصيلات ترفض العمل. التركيز العالي للملح اللي موجود فيها والمركبات اللي نتجت نتيجة تحلل البروتين بالاسلوب طبعا، والا ما انت ما بتاكلش سمك طبيعي ليه؟ ليه بتاكله يعني وهو مخزن؟ وكل ما زادت مدة تخزينه كل ما انت تشوفه احسن، لانه بيفتح نفسك اكتر. ليه؟ لان فيه مواد كيميائية اكتر وحشة، وهي دي اللي صدمت الحويصلات والغدد اللي بتفرز الاحاسيس اللي بتعبر عن نوع الاكل للجسم، وتخليها ما توديش اشارات منضبطة لانها ما كانش متوقعة ولا متخيلة انه يكون فيه حاجة هتجيلها بالصورة دي او بالشكل ده، فتضطر طبعا انت تاكل. خلاص الوازع اللي كان بيحرسك انت افسدته، وبالتالي هو هتاكل بقى بنفسك وتستمر بالاكل. حتى ان المثل حتى البلد يقول لك ده بيقومون على الاكل يا اما الاكل يخلص، يعني هو متعود لما بيبقى قاعد بياكل الاكل الطبيعي يشبع، في دي ما بيشبعش، يشبع ليه؟ هو الا اذا خلصت. طبعا كمية الحاجات اللي دخلت الى المعدة بنسبة الاملاح العالية ونسبة المادة الفاسدة الى حد ما ايا كان درجة فسادي على المعدة، الجسم غالبا اذا ما قدرش هو يرفضها من الفم بيرفضها عند الفتحة البوابية اللي بتفتح ما بين المعدة والامعاء. يعني الجسم يقفل الفتحة دي ويقول لك خلي المصيبة دي احتمال الراجل ده يشجع يرجع ويتخلص منهم، فما يدخلهاش على الامعاء، فدي تخلي الاكل يفضل في المعدة. تقوم المعدة تعمل ايه طول ما فيها اكل؟ بتفرز عليها حامض الهيدروكلوريك فيحصل لك حموضة، او الجسم يحاول يطردها الى الخارج فيودي اشارات عصبية للمعدة. هذه الاشارات العصبية انت بتحسها اولا بيبقى فيها قلق، شعور بالتعب، شعور بعدم الراحة لان الجهاز العصبي شغال عليها ومش منتبه لك انت خالص في احاسيسك الاخرى، فتحس انك انت يا اما عاوز ترجع يا اما عندك حموضة شديدة في المعدة نتيجة هذا الاكل. تبدأ بقى تاكل معاها او تبدأ تاكل او تشرب معاها حاجات تفقدك كمان هذا الاحساس، تشرب مثلا ازوزة يعني مياه غازية، تعمل لنفسك شوية حاجات علشان قال يعني ايه تتجشع ويمكن تطلع شوية الهواء اللي طالعين، ثم انت تحس بالراحة المؤقتة. عارف الراحة دي اللي انت حسيت بها ايه؟ انك افقدت الجوع.
الجزء السليم اللي كان لسه بيحسسك بالغلط افقدت القدرة على انه يحسسك بالغلط، وبالتالي الجسم يقول لك خلاص عديه، فتقوم معدية من الفتحة البوابية على الامعاء، فتروح على الامعاء وتبدأ بقى الامعاء تعترض، اما تعترض بالاسهال وعشان تتخلص منها، واما تعترض بالامساك انها ما تشتغلش عليها، يعني لا تفرز عليها انزيمات بالقدر الكافي ولا تحركها بالمقدار اللازم لانها معترضة على التصرف اللي انت عملته، فيحدث الامساك او يحدث الاسهال. وطبعا لو كان في حد كمان عنده شوية مشاكل نفسية او عنده القولون العصبي، يبقى العملية هتتضاعف وهتزيد، وهتبقى المشكلة مش مر واحد وانما مرين او ثلاثة. طيب نتخلص من العملية دي ازاي؟ ان احنا الحاجات دي ما ناكلهاش نهائيا، يعني ما فيش مبرر واحد الا الرغبة، والرغبة دي خاطئة، يعني ليست رغبة حقيقية، الرغبة في الشيء الضار رغبة غير سوية. ايه الميزة اللي في هذا الاكل؟ طب ما تاكل سمك طازة مقلي او مشوي او مسلوق او يعني اي حالة انت تناسبك افضل، علشان نسبة الملح العالية ده خطر شديد. الايام الاولى من العيد بنتعرض للاربع حاجات الخطرة في الاكل: الدهون، البروتينات نتيجة الاكل من الانواع اللي فيها اللحوم والبيض والحاجات اللي زي كده، والسكر في الكحك والبسكوت وغيره، والملح اللي هو ملح الطعام في الفسيخ والطرشي والانواع اللي نسبة الملح فيها عالي. وطبعا الملح ده بيعمل بعد ما ينفذ الى الجسم بيعمل مشاكل كثيرة جدا في الجهاز البولي، في المسالك البولية او الكلية، وفي الكبد عند كثير من الناس اللي عندهم بعض المشاكل في الكبد، بيرفع ضغط الدم، وخاصة لو كان الشخص عنده كمان استعداد لضغط الدم او هو من مرضى ضغط الدم هيرتفع ضغط الدم بشكل شديد، ممكن يبقى فيه خطورة. نفس المشكلة بالنسبة للسكر اللي بيبقى موجود في الحلويات. لكن كمان من ضمن الحاجات اللي لها خطورة شديدة وبنكسر منها علشان نتخلص من الرغبة اللي مش اللي هي بتسد نفسنا عن الاكل، هي الرغبة الصحيحة السليمة للجسم اللي بيضبطك بيها، وهي استخدام الشطة، المواد الحريفة. المواد الحريفة زي الشطة وغيرها، سواء او الشطة نفسها المحطوطة للأطعمة، دي فيها مادة الكابستين، ودي المادة دي مادة وان كانت هي مفيدة في بعض الحالات معينة، انما زيها زي الدواء. هل من المنطق والعقل انه الدواء اللي بيشفي مريض القلب، او الدواء اللي بيؤخذ للروماتيزم، او الدواء اللي بيؤخذ مثلا للالتهابات، ينفع انا اخده باستمرار طول حياتي كده، او اخده وانا سوي سليم ما عنديش اي مرض، اخد الدواء ده يمكن يعني يحسنني احسن، او يحسن ظروفي كمان احسن من العيان؟ طبعا لا، فيش عاقل بيقول كده. في مادة الكابستين هي مفيدة في بعض الاحيان، ومفيدة انها بتستخدم في الادوية في كثير من الاحيان، لكن استخدامها بشكل مبالغ فيه وبشكل مستمر وبشكل معتاد فيه خطر شديد جدا على الجسم، لان هي المادة دي بتؤثر تأثيرات سيئة على الجسم وخاصة على المعدة. هي مشكلتها مش بس زي ما انت بتحس بالحرقان بتاعها في الفم، لا، ده هي كمان بتعمل، صحيح انت ما بتحسش بالحرقان وهي في المعدة ولا وهي في الامعاء، لكن بتعمل مشكلتين، بتعمل في المعدة مشكلة خطيرة جدا، لانها بتعمل حساسية نتيجة افراز الهستامين، في غدد في المعدة بتفرز هستامين، وكمان ممكن تؤدي الى ان الجسم عاوز يخفف من تركيز المادة دي، يوم يفرز لعاب كثير
اللعاب، ولذلك تلقى دايما الشخص اول ما ياكل حاجه حرفه بقه يتملي من اللعاب ويقعد ريقه يسيل. اللعاب ده في المعده بقى بيحدث نفس المشكله، ان المعده تفرز عليه انزيمات عاوزه تخففه عشان تقلل من ضرره، فالافراز ده بيجهد الخلايا، خلايا المعده، ولما بيجهدها كمان ممكن يؤدي بها الى حدوث بعض الاحتقان اللي ممكن يبقى عرضه فيما بعد للقرحه، قرحه المعده. نختم بعد كده بحاجه مهمه جدا، وهي ازاي احنا لو اصبنا فعلا بهذه الحالات ازاي نقدر نتخلص منها. لما نيجي نتخلص منها نبقى نحاول ان احنا نعود الى الوضع الطبيعي، نقلل من اكل الحاجات الضاره دي او نمنعها تماما، ونتبع رغبتنا الطبيعيه. اذا حبينا نشرب نشرب، واذا لقينا ملناش نفس للميه ما نشربش غصب عننا. اذا حسينا ان احنا جعانين ناكل، اذا حسينا ان احنا ملناش رغبه للاكل ما ناكلش، ما لم نكن مرضى. اذا كنا مرضى ده يبقى شغل الطبيب هيعرف اسبابه ايه ويتعامل معاه. اما الشخص السوي الطبيعي ياكل متى ما يحب فعلا ياكل ويشعر بالجوع باعراضه الصحيحه دون ما يستخدم المشهيات، انما ياكل الاكل اللي نفسه تهواه ويكون صحي، هو ده اللي هيفيده اكثر واكثر. لابد من التدريب الجسم للعوده الى النظام العادي والطبيعي اللي انت معتاد عليه قبل رمضان بالتدريج. يعني ما ينفعش تنتقل مره واحده من يوم كنت صايم فيه الى يوم بعد كده انت فاطر فيه، ومع انت فاطر يعني ممكن تشرب ممكن تاكل، مش معنى ذلك انك انت تغير عاداتك كلها في هذا اليوم اللي انت افطرت فيه، وتبدأ في الايام التالية انك انت تعيد النظام تاني، اما بالصيام زي ما احنا قلنا الستة البيض، او بالتعود الطبيعي في نوعية الغذاء ومواعيده والمواد اللي بتبقى موجودة في الاكل. وفي جميع الاحوال راعي ان ربنا سبحانه وتعالى حرصك وعمل لك حوافظ كثيرة وحافظين من حولك، فما تضايقهمش وما تزعلهمش، واعمل في الاتجاه اللي انت تبقى حاسس انك انت بترضي ربنا سبحانه وتعالى، وبلاش من الجشع والشعور بان الدنيا كانها تخلص بكره وانت هتسيبي. المساله دي في يد الله سبحانه وتعالى وحده. ان شاء الله تمر عليكم الايام الطيبه بالهناء والسرور والصحة والعافية، ونراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.